بدأت الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة اليوم في نيويورك مع مخاوف من اندلاع حرب إقليمية في المنطقة في ظل التصعيد الإسرائيلي غير المسبوق على لبنان واستمرار العدوان على غزة، وهو موضوع يهيمن على الدورة 79 للجمعية العامة. أما الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يشارك للمرة الأخيرة في الاجتماعات دعا إلى حل دبلوماسي في وقت يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي ضرب أهداف لحزب الله في لبنان، محذرا من حرب شاملة. وسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية، انطلقت الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة في مقرها بمدينة نيويورك، وملفات العدوان على غزة والتصعيد في لبنان تهيمن على أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي يشارك فيها الرئيس الأمريكي جو بايدن للمرة الأخيرة. هذا الصيف واجهت قراراً بشأن ما إذا كنت سأسعى لولاية ثانية كرئيس. لقد كان قراراً صعباً، لقد كان شرف حياتي أن أكون رئيساً، فهناك الكثير الذي أريد إنجازه، وبقدر ما أحب الوظيفة أحب بلدي أكثر. لقد قررت بعد 50 عاماً من الخدمة العامة أن الوقت قد حان لجيل جديد من القيادة لدفع بلادي إلى الأمام. زملاء القادة، دعونا لا ننسى أبداً أن بعض الأشياء أهم من البقاء في السلطة. أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة سيعتلون منبر القاعة العامة للأمم المتحدة توالياً خلال أسبوع تخيم عليه النزاعات الدائرة خاصة في لبنان وقطاع غزة. وعلى هامش انطلاق الدورة 79 للجمعية العامة، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى وضع حد للمآسي التي تواجهها البشرية، بإشارة إلى الحرب في أوكرانيا والحرب الدائرة في السودان فضلا عن العدوان على غزة ولبنان. غزة is a non-stop nightmare. ما يحدث في غزة هو كابوس بلا نهاية يهدد بالإطاحة بالمنطقة برمتها. انظروا إلى لبنان، يجب أن نشعر جميعنا بالقلق حيال ما يحدث هناك. أن لبنان على الحافة، ولا أحد في العالم يسمح بأن تصبح لبنان غزة أخرى. المدنيون هم من يدفعوا الثمن. المسؤول في منظمة هيومن رايتس ووتش لوي شارابونو قال أنه يجب على قادة العالم أن يلتزموا خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات جريئة لإنهاء الفضائع التي ترتكب في أسوأ الأزمات في العالم ومحاسبة للمسؤولين عنها. مشاهدين المزيد، ينضم إلينا من نيويورك موفد قناة الأخبار الزميل منور مرضي. منور، أهلا ومرحبا بانضمامك معنا. بداية، ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد التقى بعدد كبير من رؤساء ووزراء الدول الشقيقة والصديقة. برأيك، ما دلالات هذه اللقاءات على خارطة تعزيز العلاقات الدبلوماسية الخارجية الكويتية؟ أهلا بندر وأهلا بالسادة المشاهدين. تعلم أن اليوم هو يوم افتتاح الدورة 79 للأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. وبذات الوقت هناك العديد من القضايا المطروحة وعلى رأسها إصلاح هذه المنظومة. فبطبيعة الحال وجود كل هذه الدول في ذات المكان تمنح فرصة للتفاهمات وللخروج بشكل. الكل يتحدث عن إصلاح هذه المنظومة بندر، ولكن لا نعلم ما هو المطلوب لإصلاح هذه المنظومة أو ما هو الشكل الذي ستخرج به هذه المنظومة بعد إصلاحها. فلذلك من باب الحرص الشديد لدى العديد من الدول وأولها الكويت، سموه دائما ما يحرص على تقريب وجهات النظر للخروج بشكل جديد للأمم المتحدة. هذه اللقاءات بندر تقرب وجهات النظر من جهة، وتتوافق الدول أيضا على خروج بشكل معين، ممكن أن تتحرك أيضا على كتل، بالإضافة إلى تعزيز القوة الدبلوماسية الكويتية والروابط الدبلوماسية الكويتية لتمثيل الكويت خير تمثيل مع الدول الشقيقة والصديقة. الكويت تربطها علاقات عديدة مع دول عديدة في العالم، وتربطها أيضا علاقات قوية مع منظمة الأمم المتحدة. والكويت أيضا في يوم من الأيام كما تعلم بندر استفادت من قرارات الأمم المتحدة. ما يحدث الآن هو توجه دولي، هذا ما نشاهده في نيويورك، هو توجه
توجه دولي لتغيير هيكلة أو لتغيير طريقة عمل الأمم المتحدة، وهناك العديد من الترحيبات. فحتى لا يكون الشكل الجديد أسوأ من الشكل الحالي، من الطبيعي بندر أن يتحرك سمو ولي العهد ممثل حضرة صاحب السمو بهذا التحرك الدبلوماسي، وهو خبير أيضا في المجال الدبلوماسي وعمل طويلا في مجال العلاقات الدولية من خلال وزارة الخارجية ومن خلال يعني ترأسه لوزارة الخارجية ودبلوماسيا قبل ذلك، فهو يعلم كيف يمكن تقريب وجهة النظر وكيف يمكن أن نخرج بمنظومة تفيد. ومن أكبر المشاكل التي نوقشت اليوم في قاعة الأمم المتحدة في الجمعية العامة في أسبوعها 79 هي القضية الفلسطينية التي حملها سموه خلال كلمته في قمة المستقبل، وستكون أيضا حاضرة كما هي حاضرة في مع الدول الشقيقة كالمملكة الأردنية وقطر والدول الصديقة أيضا كتركيا والولايات المتحدة الأمريكية. بندر، لا شك يعني زميلي منور، يعني هيمنة تطورات منطقة الشرق الأوسط على انطلاق أعمال الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة، يعني ما يحدث في لبنان وأيضا غزة، يعني كيف تفاعلت منور الوفود الدولية مع هذا الملف؟ طبيعي أن تتفاعل يعني المنظومة الدولية، خصوصا وأنها ترى نفسها عاجزة، وهذا الكلام نقلا عن غوتيريش الذي قال أن هناك من ينظر إلى نفسه وكأنه خارج نطاق المحاسبة، خارج نطاق السيطرة، خارج هذه المنظومة عندما يريد أن يفعل وعندما يريد حقا له يأتي إلى هذه المنظومة. فهذه كانت ضمن كلمة أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، علما بأن يعني هذه الجلسة بدأت بعدم ترك أحد خلف الركب، وهذا هو الشعار الذي تبنته الجمعية العامة رفيعة المستوى 79، والعمل معا من أجل تعزيز السلم والتنمية المستدامة والكرامة الإنسانية للأجيال الحاضرة والمستقبلية. فحضور غزة في هذه القمة وإقناع غزة للقادة الدوليين بعدم جدوى مجلس الأمن وبعدم جدوى طريقة العمل في الأمم المتحدة، وأيضا الاعتداءات على لبنان الشقيق، تعلم أنه يعني بدأت قبل أيام بعض التحركات من ذات القوة التي لا ترى أنها تخضع للقانون الدولي. فهذا التحرك دون أدنى شك لدعم هذه القضايا العربية في الشرق الأوسط، وكانت أيضا القضية السودانية حاضرة بإيقاف الدعم كما ذكر جو بايدن الرئيس الأمريكي، إيقاف الدعم للجهتين المتقاتلتين وإحلال السلام والنظر إلى المدنيين كونهم هم الاهتمام الأكبر للأمم المتحدة، أو على الأقل للقيم التي بدأت بها الأمم المتحدة وتمردت عليها بعض الدول. بندر منور، يعني أمام هذا العجز الذي أدلى به غوتيريش، يعني وفي ظل الصراعات التي يشهدها العالم حاليا، يعني لا شك أن ارتفعت العديد من الأصوات المطالبة بإصلاح آليات عمل الأمم المتحدة، يعني ما هي أبرز الأطروحات منور يعني في هذا السياق للوصول للإصلاح المنشودة؟ هذا ما تحدثنا عنه بندر في بداية الكلام، لا نعلم ما هو الشكل المطلوب، ولكن الشكل العام سيكون توسيع لمجلس الأمن، زيادة مقاعد لمجلس الأمن. تحدث الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، وهم دائما ما يبدأون بعد الأمين العام ورئيس الجمعية كعرف دولي أن تبدأ البرازيل الكلمة، ربما لأنها كانت الأولى في توقيع هذا الميثاق تبعا لترتيب اسمها الأبجدي فقط، فأصبح عرفا في الأمم المتحدة. تحدث عن العدد، كان 51 دولة في بداية هذه المنظومة التي من خلفنا في تلك القاعة تعقد الآن الكلمات وتتوالى، وتحولت إلى 193 دولة عضو، فهناك أكثر من 140 دولة زادت عن المنظومة حين تأسيسها. ربما كانت المنظومة جيدة في العمل خلال سنوات أو عقود مضت، لكنها من العشر سنوات الأخيرة بندر هناك العديد من الملاحظات. أضف إلى ذلك أننا
رصدنا تحرك دولي ونية دولية ورغبة دولية، وعلى رأسها يعني رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي رحب بهذا التعديل حتى لا تتهم الدول الدائمة في مجلس الأمن الخمسة بأن تكون هي مع ذاك الطرف ضد ذاك الطرف، وتوسيع مجلس الأمن الذي تصدر عنه القرارات خصوصا ما يخص الباب السابع في الأمم المتحدة والذي يحرك القوى الدولية أو تتحرك القوى العسكرية باسم الأمم المتحدة هو من أخطر هذه الأبواب الذي قد يستغل إذا ما استمر اهتراء هذه المنظومة الدولية وعدم إصلاحها، لأنها تبقى هي المنظمة الوحيدة التي تشمل دول العالم، ويتأمل العديد من القادة بإصلاح خصوصا في مجلس الأمن ومن ثم احترام وفرض احترام القوانين، وهذا ما تحدث عنه غوتيريش في كلمته. بندر موفد قناة الأخبار الزميل منور مرضي، شكرا جزيلا لك على كل هذه الإيضاحات، شكرا جزيلا.